اعترض طلاب من الجامعة الأمريكية في بيروت أيوبي لقيام إدارة الجامعة بتنظيم محاضرة في حرمها تحت عنوان إعادة النظر في أخلاقيات الحرب. الدكتور جيف مكمهن وهو دكتور محاضر وعضو اللجنة الاستشارية في الجامعة العبرية اليهودية في القدس. الطلاب عندما حضر المحاضر يوم الثلاثاء قابلوه بالهتاف منذ بدء المحاضرة وهتفوا بشعارات مناهضة لإسرائيل ورافضة للتطبيع معها وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية. مكتب الإعلام في الجامعة وردا على هذه الواقعة في الجامعة الأمريكية في بيروت قال في بيان إن الجامعات الأمريكية في بيروت لا تدعم التطبيع لأن ذلك يتعارض مع القانون اللبناني ويتناقض بشكل صارخ مع مكانة الجامعة كمؤسسة للتعليم العالي الأفضل في لبنان والعالم العربي وفقا طبعا للقانون اللبناني وحسب تعريف نص ذلك القانون المادة واحد منه تقول يحظر على كل شخص أن يعقد اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته. الدكتور جيف مكمهن وهو فيلسوف أمريكي وهو دكتور محاضر وعضو في اللجنة الاستشارية في الجامعة العبرية في القدس. هذا الأمر أثار بعض التغريدات منها التغريدة للكاتب اللبناني سماح إدريس. سماح يقول طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت يستحقون أكثر من تحية وقبلة على جبينهم الشامخ. إنها بيروت المقاومة الوطنية، بيروت الدم اللبناني الفلسطيني المشترك، وإنها الجامعة الأمريكية جامعة جورج حبش ووديع حداد وكبار عظماء أمتنا. أحمد المسوي يقول هذا موقف مشرف لطلاب الجامعة الأمريكية في بيروت عندما حضر إلى الجامعة دكتور من جامعة إسرائيلية ليلقي محاضرة عن السلام. مجيدة تقول خلوه يحكي مع الكراسي الفاضية على أمل أن يحافظ هؤلاء على قوتهم وحماسهم في مواجهة النظام القائم لمستقبل يعلو فوق الزعيم ويتخطاه.